كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد فوزه على نادي ميسيل الجابوني بضربات الترجيح في مباراة الإياب بتيزي وزو. الوقت الرسمي للقاء انتهى بفوز الشبيبة بثلاثية نظيفة سجل منها اللاعب تجار هدفين في الشوط الأول، والهدف الثالث سجله يحيى شريف في الشوط الثاني. عسلمالك كثير او تشورت شارت اسيس تربعت للمصري القبيل اسوان غلطوا الربع نهائي الكاس الكاف مبروك يا ايلو ينفرجن تميتن خسن تربعت للمصري القبيل عسلمالك للتدرج الاول ملقا عسلمالك كنسي عساسني لا غير ستير المستقبل داوز علوك ام زوار اغنى وداني دي تشورت نضار دانتورت نغنى تاير عسلمالك الى لولتي 8 جويليا 86 بروك يا ايلو ميدان تنفرج نتمر تنغل الجزائر ماشي كثر بهم ديال التصاور على السمالك هادي راهو تشورت رجاز لون ملقى على السمالك ماشي منيق التوغ الوعد يوفى ماني قبل لون ملقى ان شاء الله هاد التوغ كاع اني غيري باه تاهل تربعت المزيان القبيل نشكر امسوف غنى سامي كشرود تايلو الفرقه التقنيه اتش دي 4 الى تعاون انا لون ملقى دانيسي عمران 1 نوفمبر ماني تو معاهم انغماس تلفزيون غناو القناة فيدوكز استمازيغ ياسين بحريز اون تنج مع البرامج التلفزيون غناو ايتيشنت فيتنس عارف الشيء مش كمان في 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 الشيء م